ولا الشيء المتأخر أكادير جميع المدن لا ما غاكش لا جميع المدن جميع المدن دار البيضاء معاك أكادير حتى أكادير ما فيهاش الطوبيسات جداد لا الطوبيسات أحسن من فاس أكيد 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 فاس مازال كديباني بديباناج أييه وهذا بدا تيكون ديباناج فاس كتساعد فوقاش يكونوا طوبيسات جداد إن شاء الله أييه دابا التساؤلات ديال السكينة الموقرة هو اللي داولنا فيه دابا في المجلس وعطينا واحد مسائل جديدة دابا الآن راكم سمعتوها وعرفتوا التفاصيل كلها اللي قلنا دابا اللي كاين هو أنه فاس غادي تشري 113 ولا 114 الطوبيس ديالها وغادي نديرو دفتر التحملات يعني مباشرة بعد ما خدينا الموافقة من عند المجلس وناخذوها غادي يوقع معنا داك الساعه المفروض له لان هذا بروتوكول اللي كان ناقص شحال هذه واخا تيكونوا بروتوكولات ما تيكونش يوقع فيها الجميع الجماعه الجهه المفوض له بالخصوص حنا اول بروتوكول اللي خدينا به في هذا المجلس هو ان المفوض له حتى هو موقع معك البروتوكول هنا باش لان حنا عندنا شراكه ما بين الجماعه وما بين المفوض له يعني المفوض والمفوض له باش يكون شي اتفاق خصو يكون موقع بهم بجوج اي اتفاق ما موقعينش فيه بجوج تيبقى كلام وهراء واخا يجي يقول لك انا كنت متفق باش نجيب 7000 طوبيس لا ما كنتيش موقع مع الشريك ديالك اللي هو المفوض له لا ما كانش موقع معك اذا تيبقى هذاك الاقتراح كله غير معلل وغير صحيح واخا تعيا ما تترنى به وتقول انا كنت خليت وسمحوا لي لا اكدت على هذه القضيه انه المفوض له مع المفوض خصهم يكون عندهم توقيع في اتفاق وعندما يكون هذا التوقيع في اتفاق مع وزاره الداخليه تولي ذاك الاتفاق يؤخذ به وملزم هذا الشيء اللي درنا حنايا في شهر 12 2022 اتفقنا باش اننا نعطيو 43 مليار هو النص والجماعه النص والداخليه داز هاد العشر شهور ما بنا راي اخر عاود هو هاد التعديل اللي جبنا اليوم ان الجامعه تشري بفلوس اللي تجمعت من الداخليه والجهه والجماعه ونشريو هاد 113 طوبيس وهو المفوض له يشري الطوبيسات اللي بقاو عنده هي 50% اذا هادشي غادي يتوقع حنا دابا صوتنا عليه في المجلس الموقع اذا غادي نصوت انا باسم المجلس كسلطه تنفيذيه غادي يصوت جو غادي نسني انا وغادي يسني انا باسم المجلس الموقع كسلطه تنفيذيه وغادي تسني الجهه وغادي يسني الولايه وغادي تسني الداخليه وغادي يسني المفوض له منين تسنيو هادو كلهم عاد تيولي هادشي اللي تنتفقوا عليه ملزم ولكن حنا حتى لو وقع شي خلل مثلا حنا ملزمين ان نشريو الطوبيسات ديالنا اذا اؤكد لك ان مع السيد الوالي بالتوصيات ديالو انه حنا ملي غادي صوتنا دابا غادي نمشيو نقلبوا على مكتب الدراسات في هاد العشر ايام باش نوجدوا دفتر التحملات ديال 114 طوبيس هاد 114 طوبيس فيها 45 طوبيس غادي يكونوا فيهم 9 ما بين 8.5 و 9.5 المتر و 63 طوبيس غادي يكونوا ديال 12 المتر و 6 طوبيسات غادي يكونوا ديال 15 المتر هذا هو النص ديال الاسطول شي موعد السيد عبد اللي تعطي السكينه ديال فاس بالضبط دابا بالضبط اللي كاين الاستاذ المقتدر هو ملي غندير دفتر التحملات يعني غادي يمشي فواحد المده ديال واحد الشهر ونص شهرين غادي نعرفوا الممول واش شنو هي الماركه شنو هي لا ميزون اللي غادي تصوب لنا الطوبيسات ما يمكنليش نمشي دابا عند شي ماركه نقول لها اجي صوبي لي دابا راك عارف القانون هو هذا دكتور غادي نمشيو ندير دفتر التحملات يعني فوق ديال واحد الشهر ونص شهرين غادي يبان لنا الممول شكون هذاك الممول ملي غادي يبان ذاك الساعه غادي ندير معاه بيني حنا باغيين نوجدوه في 10 شهور 10 شهور من هنا خصهم ماشي غادي تتبعوا معنا ان شاء الله في خلال واحد 3 شهور 4 شهور غادي نعرفوا المعمل فين تيتصنعوا وان شاء الله تمشيو تصوروا معنا تما لان غادي نكونوا عارفين المعمل هذه مهمه هذه الفكره وانا ليكم النهار ملي غادي نعرفوا شكون هو الممول شي ميزون لي ميزون غادي يمكننا نمشيو حنا غنكونوا في زياره تتبع معاهم تحت اشراف السيد الوالي تتشوف ذاك المعمل قال لك غادي يصنع لك هاد 110 113 طوبيس ماشي غتقول له صافي سير تتصنع وصافي غادي نمشيو نتابعوه نتبعوه زعما ندير التتبع دكتور هضرتي على لونتروتيان ديال هاد الحفلات اييه ديال الحفلات اييه واش هي كومبخي انكلي في دفتر دفتر التحملات هو دفتر دفتر اييه دفتر التحملات دابا غادي تكون اكسترن واحد لو سيرفيس اكسترن من لا دابا حنا نعم سؤال في محله فيما يخص
الحافلات هو دفتر التحملات. دابا دفتر التحملات ملي تناخذوش حنا دابا ملي تناخذو دابا شي حاجه جديده راكم عارفين كاينه الكارونتي طوموبيل كارونتي تتكون عندك واحد العام واخا ما تدير فيها انت لا اونتروتيان لا والو تتكون على حساب حق لا ميزون. ولكن هادشي ما بقاش هادشي غادي يكون دفتر التحملات مدقق غادي يكون باين شكون غادي يدير الصيانه ديال هاد الطوبيسات اللي غادي من المفروض الان غادي يوقع معنا المفوض له هاد البروتوكول دابا اللي سنينا عليه دابا اللي صوتنا عليه راه هو غادي يوقع معنا. ملي غادي يوقع معنا غادي يجيب حتى هو 113 الطوبيس ديالو. اذا ملي غنجيبو حنايا الطوبيسات نعطيوهم له هو غادي يدبهم المفوض له غادي يجيبو الطوبيس باش نعطيوهم له هو يدبهم يدبهم يعني غادي يخدم بهم الى نهايه 2027. ولكن ياك وفي 2027 غادي يكون خصها تكون جات شركه وحده هو ولا وحده اخرى ولكن في اطار وفي قانون وفي جوده اخرى عاليه. دكتور خاصني نضرب الخطوط اللي توقفوا بحال 11 و23 والسكينه كتعاني حاليا بغاو يعرفوا توضح على هذا. انا مره اخرى سناكدوا للساكنه ان فعلا تعاني ولكن الله غالب هذا الشيء اللي لقيت هذا الشيء اللي لقى هذا المجلس جبنا 65 طوبيس في حاله لا باس بها خدامين مازالين طامعين في واحد 27 طوبيس واحد اخر تجي هادشي كله بتنسيق مع السيد الوالي ومع ديك المؤسسه ديال الدار البيضاء. لا جاتنا حتى هي 27 طوبيس نتمناو تدخل غتولي تنلعبوا تنخدموا بواحد 100 طوبيس لا باس به. هاد الخطوط اللي قلت لك توقفات ولا اللي ما بقيناش نقدوا لان الطوبيسات ما كاينينش. نتمنوا على الله انه ملي غادي يجي هذا البارك جديد غادي نفديو لهم كل شيء ان شاء الله. هاد الخطوط هادي كلها هاد الشركه باش تشري هاد الخطوط بالنسبه ليها هي الشركه المفروض لها الالزام ولا الالتزام اللي خصها دير به هي تطبق معايا هاد الشيء اللي صوتنا عليه اليوم. ملي غادي تجيني 127 طوبيس تتكون عندي لجنه التتبع ديال المجلس وديال المجتمع المدني وديال السلطه الوصيه وديال الممثلين على الطلبه وتنعرفوا اشنو هما الخطوط المباشره اللي نديروا ومني غادي يقلعوا فين غادي يوصلوا. دابا الجامعات تيزيدوا يتوسعوا كاين الاحياء الجامعيه تزاد توسعات واحد طلع لنا جهه التحيه اللي راه هذا الشيء غيتكون الطرق واجده بهذا دابا الطرق اللي عندنا راه في المستوى يعني مقبول باش ما نقولش الطرق دفاس راه حنا عرفتي شنو تصرف على الطرق دفاس ولا غير المجلس السابق قبل 2015 راه كانت التهيئه عندنا بمدينه فاس فيها الملايير السنتيم باش كنا حنا مازال نخلصوا الكروت ديالها ديال الفك الشوارع اللي تصوبات لي دو دوبلومون اللي تصوبوا ودابا مازال التهيئه كاينه. دابا الطريق صفو غادي تصوب عاوتاني والطريق مزه غادي تعاود غادي الطريق الخرجه ديال سيدي حازم تشتكي ولات الخرجه ديال الضويه تشتكي ولات ديال طريق مكناس شارع الجيش الملكي شارع المهم ما عندناش لكش انت راك عارف ولكن غادي تولي الجوده ديال الطرقات لا بدا خصها تكون ولا بدا راه مبرمجه لها واحد 20 مليار سنتيم دابا اللي خدينا في اطار التهيئه مع السيد الوالي مع وزاره الاسكان راه جات باش انا غادي يدير فيها شوارع اخرى غادي تعرف في هذه السنه راه بدات لي مارشي خرجوا. السيد العمده سمعنا غيكون بناء انفاق تحت اكيد هذه انتم تبارك الله عليكم تفضل وتنشكرك بزاف لاننا عارف لك كان شي نفق غتكون انت اول واحد غادي تصوروا وتعطيه للشاهدين المشاهدين وتنشكركم كثير انكم تتشوفوا المنجزات ديال المدينه الان وتنشكركم كاملين متابعينها وتتحاولوا توصلوها لكم وتوصلوها للمشاهدين ديالكم شكرا لكم. اذا هاد الانفاق هي دابا تشوف المجلس الجهوي المجلس الجهه مؤخرا راه اللي داز في ميسور راه تم التصويت على هذا الشيء هذا يعني تقريبا واحد 25 مليار سنتيم لبناء الانفاق اللي غادي تكون على الاقل واحد الخمسه ولا سته الانفاق يعني سنعطيهم لي تريمي يعني الممرات تحت ارضيه كاينه وراه تصوتت عليها في الجهه وبيان سور مع السيد الوالي غادي يكون ان شاء الله تفعيل هذا الشيء هذا قريب بحال المدار ديال النخيل كان في لوتوروت هذاك ما بين الاوائل كاين واحد غادي يكون في رون بوان ديال الكتاب كاين واحد غادي يكون مازال واحد غادي نخمو فيه يكون في بافتوح في رون بوان الكبير ديال بافتوح وبيان سور الملعب هنا كاين واحد لاروكاد كاين واحد الدائره واحد الطريق دائريه جنوبيه اللي تتجي من طريق مكناس وتتخرج حتى لطريق سيدي حازم. هاد الطريق مهمة جدا غدوز على زواغا على المعمل ديال اللي عندنا تما ديال جيت الضحى وتتهبط على طريق عين الشقاف طريق مكناس طريق صفو طريق مزار
حتى تدخل لسيدي حازم. هذه هاد لاغوكاد غادي يكونوا فيها هاد لي تريمي هادو باش يكون عدد كبير الناس ما غايبقاوش يدخلوا لمدينه فاس بالحديد ديالهم، غادي يبقى يخرج على هاد المدار، هاد المدار هذا، وغادي يكون وهادشي كله تيتبرمج وراه خدام فيه. ملي تشوف انه صوتتي في الجهه الجيش ديال الموقع صوت على هذه الميزانيه، يعني راه خاصها تنفذ وغادي تخرج، والتزامات ديال اعضاء الحكومه ديال القطاعات الحكوميه كلها منخفضه. المحطه الطرقيه السيد المحطه الطرقيه نبحث الان على البيع العقاري وعلى اين يمكن ان تكون، هو البحث جاري فيها، هذا هو اللي كاين في المحطه الطرقيه. بينما يعني سوق السمك فتح الاضرفه غادي يكون في بدايه هذا الشهر، وكذلك المجزره اللي قلنا قديمه خدامين فيها في الدراسات ديالها مع وزير الفلاحه، هذه المحاضر كلها ومشاريع كلها تنمويه ديال المدينه. والميزانيه دابا الحمد لله اللي غاتصادقات عليها اليوم غادي نتسناو ونصيفطوها للسيد الوالي من اجل التاشير، وعند تاشير عليها ان شاء الله غادي يكون انطلاق في شقيها، لا ديال التسيير ولا ديال التجهيز. وان شاء الله خير كبير، مدينه فاس عندها واحد المنح كبيره جاتها فيما يخص الجوده ديال التدبير، لا غوفيرنونس نقولوا الحكامه من وزاره الداخليه. عندنا المنحه الاولى فيها 7 مليار، المنحه الثانيه فيها 8 مليار، والمنحه ديال هذا العام جات 7 مليار. هادو ملايير وكلهم غادي يتبرمجوا للساكنه بتنسيق وطيد مع السلطات المحليه والسيد الوالي، وحنا خدامين تنهيئ له هذا الشيء هذا مع هذه الميزانيه اللي جات. وان شاء الله خصنا نقوي المداخل ديالنا، المداخل ديالنا غادي تكبر من النضو. الملزمين خصهم يؤديوا الواجبات اللي عليهم، استغلال الملك العمومي خصو يتنظم وخصو يتأدى عليه، المسائل السياحه كذلك خصها تتأدى عليها. اذا هادو مداخل ديال الجماعه اللي غادي النضو ان شاء الله نتحركوا فيها كاملين. سي العمده ذكرتي استغلال الملك العمومي، كاين جوج النقاط، النقطه ديال لي باركينغ مازال ما فكرتوش شنو الحل ديال لي باركينغ اللي مازالين كيتسبب بشكل عشوائي، وبالنسبه للمصير ديال الباعه الجائلين اللي حاليا رمضان ومجموعه ديال الاحياء ومجموعه ديال الباعه اللي مساكن في هذا رمضان من ناحيه النقل ديالهم. من ناحيه لي باركينغ راكم عارفين المشكل اللي لقينا عاود ديال فاش باركينغ، ما مع الاسف ما معطل، داك المشروع بقى معطل الى الان لانه ما دارش كما يجب، ما وصلش للهدف ديالو، المهم بقى معطل. حنا دابا في اللمسات الاخيره ديالو، اليوم خصكم تعرفوا بانه احنا سلمنا لي باركينغ ديال فاس المدينه للشركه العامه ديال التدبير ديالها، داك الاداره التدبير اليوم راه تسلموا هاد المحطات باب جديد. لا اليوم تسلموا باش غادي يتفتحوا، خصو يجهزهم يدير لهم الكاميرات يدير لهم فين يتخلص يدير لهم كذا يدير لهم كذا، ونتفقوا على لي طاقمين وديال هذا ديال السياح. اذا هذا الشيء اليوم، اذا هذه المرافق اللي تفتح فاس المدينه هذا حدث كبير مهم. الان غادي يعني نحسبوا ان شاء الله في هذه 10 ايام 15 يوم خصهم يتفتحوا مع ديال 27 الا كتب الله، غادي تكون غواج ويجيو الناس يشوفوا فاس ويجيو يتقضاو. خصهم يلقاو لي باركينغ، غير باب جديد فيه 900 بلاصه اللي شحال هذه ما كناش تنلقاو فين نوقفوا، دونك هاد لي باركينغ ديال فاس المدينه هما تحل المشكل ديالهم. ومن تما غننتقلوا ان شاء الله لي باركينغ ديال فاس كلهم اشنو غنديروا فيهم. بالنسبه للباعه المتجول وحنا متبعين الملفات مع السلطات الوصيه الله يجزيهم بخير، لا في سايس ولا في المارينيين، احنا متبعين دابا تنقلبوا على الفضاءات فين يمكن لهم يكونوا كالسيطان ديالهم والتموقع ديالهم. وحنا الان احنا عندنا بلون داميناجمون، يعني تصميم التهيئه ديال المقاطعه سايس، مقاطعه جنان الورد والمقاطعه ديال المارينيين، راهم غنديروا لهم دوا استثنائيه عاوتاني قريب ان شاء الله باش ندوزوهم. وتما احنا درنا المراكين فين غادي يكونوا هاد لي باركينغ، هاد تصميم التهيئه وهادشي كله تتشوفوا مؤسس ملي تدخل بلون داميناجمون، تدخل تصميم التهيئه، تدخل الاماكن فين غادي يكونوا الباعه، المساحات العموميه، يعني تيكون عندها مقنه. بالنسبه للوكستاك اللي باقي الطريق صفر، وحنا مقبلين بحال اللي كنا على كاس العالم وكاس افريقيا، شنو الوكستاك اللي كاين في طريق صفر وحدا القرد الفلاحي اللي حتى الساعه مازال ما تلقى فيه حل؟ القرد الفلاحي اللي في طريق صفر اللي حدا رونبون اللي حدا الانيا. اوبستاك شنو هذا الاوبستاك؟ هو ذاك الحديد اللي باقي مديور كاين في ذاك الشانطي اللي دار على حسب الباعه المتجولين، لانك كتسير الباعه المتجولين. الشارع 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 منير رشيد هو هذا، حنا براسنا زعما انت قلتي لي البنكه ومشيت هذاك غادي يعرف التهيئه، غادي يعرف التهيئه. انا قلت لك الطريق تصفو غادي تعرف التوسعه وتعرف كل شيء، وغادي يدخل كل شيء داخل في ذاك التهيئه. نعم غادي يكون، وهذاك الحاجز اللي كان استعمل لعرض المنتوج. سيدي عمده، شفنا انطلاق الاشغال في شارع قصر العداله اليوم، راه مشينا صورنا داك الشيء شفناه.
مزيان. هذا المشروع هذا اللي كان صراحه كنا دائما كنتقدو قربنا منه. شنو دابا تيتفوق دابا تيتنجز دابا بدا دابا الكودون غادي يتصوب. ايوا والحمد لله لان غادي يكون التدشين ديالو ان شاء الله يوم الاثنين من طرف السيد وزير العدل. واخا السيد العمده واحد المشروع اللي في بن سوده السوق ديال بن سوده الجزار اللي عليه واحد الضغط كبير. دابا ملي صوتنا على ميزانيه ان شاء الله تاشر غادي نخلصوا داك 56 مليون مع لونو مع الشركه اللي غتربط ليا مع المكتب الوطني للكهرباء. غادي نربطوا الضوء داك السوق. وتنشكر بزاف داك التجار لانه صمدوا وتعطلنا شويه اكراهات اداريه. دابا الحمد لله الامور تنقشع النفس طويل النفس الجديد ان شاء الله بعد من يوم جنب بعد نفس طويل. غادي ان شاء الله ديال الازمه السيد العمده ما نساوش هذه النقطه ديال المطرف. انا شنو واش كاين شي خطه من اجل تدبير الامور ولا تدبير الامور ان شاء الله؟ باش انا قلت لك يعني احنا الحمد لله في واحد الفتره جينا الحمد لله غير باش نديروا كل شيء جديد. دابا حنا خدامين تنصوتوا على الجديد ديال الطوبيسات وتنصوتوا على عاوتاني الشركه تدبير النفايات غادي تكون جديده ان شاء الله من دابا واحد 6 شهور. حنا داخلين في دفتر التحملات عاد خدينا قسم الدراسات وعطانا شنو خصنا يكون عندنا وشنو هي الشركه شحال خصو يكون عندها ديال لي زونجان زعما ديال الالات وشحال خصنا نديرو ديال داك الحاويات والنوع ديال الحاويات اللي خصهم يكونوا. واحد العدد كبير ديال الدراسات دارت دابا وجدات انتما مزيان تتسولني باش نعطيك الكرونولوجيه ديال الاحداث. دابا منين جانا هاد البحث هاد الدراسه غادي نديرو دفتر التحملات عاد هاد دفتر التحملات باش غنديرو طلب العقود. هاد طلب العقود خصهم من دابا 4 شهور 5 شهور تكون بانت لنا شكون اللي غادي ياخذ التدبير المفوض. ولكن غادي ياخذ التدبير المفوض باش بهاد المعطيات اللي حنا درنا. حنا درنا واحد العدد كبير ديال الحاويات من نوع اخر ماشي هادشي تتشوفوا. درنا العدد ديال الشوارع اللي خصها تعرف الكنس. وهاد الكنس هذا تشطاب وحنا درناه ماشي جوج مرات في الاسبوع، كاين اللي درنا 14 مرة سيغ سات يعني جوج مرات في النهار. شوارع كبيرة ضخمة دخلات في دفتر التحملات. دخلات في الدراسة اللي غندخلوها في دفتر التحملات. لي زونجان بحال دابا نقول لك البوكلان داك الشيء باش نجمعوا الزبل داك الكماشات داك الكاميونات. دابا الآن تلقى مقطعة مثلا عندها كاميو مثلا. أولا عندها آلة وحدة. المرة الجاية في هذا الدفتر اللي باغيين ندخلوا عليه غادي يولي عندها 3-4 ديال الآلات زايدة على اللي كانت عندها. وبالتالي ملي تدخل المقاطعة تتولي مدينة فاس ككل عندها آلات كلها في جودة عالية وآلات يعني تصور معايا أن الباك ذاك الحاوية فاطمة نبقى نغسلها هكا بالتيو غادي نحشيها في واحد الكاميو تيغسل بلا فابور. إذا تتحشي أنت الطاروكو كله تحشي في ذاك الآلة وتيتغسل هو كله الداخل. اذا انت تكون متبع كل شيء بالاله. هذا كله فيه الحداثه ديال المنتوجات وديال الالات الجديده. هذا الشيء جانا في الدراسه اللي قامت بها وزاره الداخليه مشكوها مع مدينه فاس. وهذا الشيء وجد البارح. هذا الشيء مزيان البارح وجد خديناه. دابا غادي نطلعوا عليه وغادي ندخلوا دابا نديروا دفتر التحملات باش تدخل الشركه بالملزمه بهذا الشيء كامل توفر هذا الشيء كامل. بيان سور غادي يتزاد الثمن في التدبير. دابا كنا تندبروا ب 14 مليار يمكن يولي تيدبر باكثر. يعني الحاجيات طلبنا اكثر لان كاين توسع السكينه كاين العدد كثر كاين كذا كاين كذا. سي عمده سؤال انا خاطر نسيتي لك على هذه القضيه الحديقه ديال فلورنس التاريخيه كنشوفوا في واحد الحاله كارثيه علما ان المجلس السابق أسباب. كمل الله يجازيك كمل 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 المجلس السابق كانوا كيقولوا يكون فيها باركينغ سوتيرانس. والسؤال الثاني هو الحدائق ولا المدار الرياضي اللي دار جديد في ويسلان. هاد المناطق اللي كنشوفو كتنعدم فيهم الاناره وما فيهمش مرافق صحيه. واش ما كيشوف المجلس ديالكم موقر كما كتقول دائما انه يراعي هاد المسائل؟ لان كيجيو السياح كيجيو ناس اللي ديابيتيك كيجيو ناس اللي مرضى ما كيبقاوش. لا لا السؤال مزيان ووجيه وثق بيا بانه يؤخذ. حنا واخدين بعين الاعتبار هذا الشيء. هاد المرافق بعد هذاك المدار هذاك المدار الغابوي اللي كاين في ويسلان ياك اللي من باب جديد حتى الفندق الامريكي هذاك فيها جوج كيلومتر. هذاك مدار سياحي رياضي منتزه مهم. الاناره العموميه قلتي ما كايناش ما كايناش في المدار. لا دابا خصني عرفتي ان شاء الله خصكم تمشيو تشوفوا البوطويات وبداو يركبوا
واحد البوطو تما شونتي والمرافق الصحيه صافي ساليت الضو كمل لي الضو مشيو للمرافق لا مازال الضو كاين واحد البوطو تما ايشونتيون هذاك البوطو راه كاين ايشونتيون تما الا مشيتي شتيه في الاول هذاك الضو غادي يكون اناره بالطاقه الشمسيه هذا الجديد هذه الجامعه والمدينه اللي تنقولوا تحترم البيئه وداخله في ذاك سمارت سيتي هنا غادي يكون تغمات من الطاقة الشمسية غادي يركبوا البوطويات يعني المارشي تعرف والآلة والشركة تعرفات هذاك الشيء مع العمران خدام داك الشيء قضية واحدة أخرى قلتي لي ديال فلورنس صحة فلورنس المرافق الصحية متفق معك هذاك المرافق الصحية راه دابا كاين واحد المسائل جديدة كاين اللي تيجيو محمولين تيمكن دير هذوك لي بي سي موبيل تيجي فيها كلها كامله حنا خدامين في هذا الشيء تنشوفوا واش يمكننا نحطوهم تيكونوا تيتحطوا تيتهزوا تيتخواو وعارفين تيتحطوا حنا خدامين في هذه المساله هذه القضيه ديال فلورنس نعطيكم الكرونولوجيا ديال الاحداث بالجنس السابق سمحتي لي الله يخليك حتى الحديقه الجديده ديال الاندلس حتى هي ما فيهاش مرافق صحيه هي يكون فيها نفس الشيء حتى هي غادي يكون فيها نفس الشيء اللي بغينا نعرفو ان شاء الله راها في البال لا ديال السيد الوالي ولا الناس المسؤولين العمران ولا الناس الجامعه ولا في راسكم حتى نتوما تبارك الله عليك هذا المواطنين دابا المواطن وحنا كاملين مواطنين من عند السيد الوالي وحنا هابطين كلشي مواطن وعندنا نفس الهاجس ونفس الحركه تنحاولوا نبحثوا فيها وتنحاولوا نبحثوا على الحلول ولكن ما يمكنش من مشروع كبير قد هذاك ونفقدوا له القيمه ديالو على واحد الحاجه بسيطه جدا ولكن هي نتمنى المهم القضيه ديال الباكين ديال فلورنس هما عارفين بان كانت في واحد الوقت كان جا واحد المستثمر اسباني باش غادي يدير لنا تما باركينغ سوتيرا تحت ارضي وكان هو اللي غادي يستثمر وغادي يدبره هو وكذا وكذا مع الاسف الشديد ما كملاتش ملي جا المجلس هذا اللي عاد خرج تبدلت رؤيه ودار بان هذا الباركينغ خصو يتعطى الاس دي ال ديال فاس باركينغ باش هي غادي ديرو اذا نزل من عند المستثمر السابق وتعطى للشركه الشركه ما دارت شيء ما تمشات شيء ما خرجنا شيء هذاك الشيء وبالنسبه تنجيو نخدموا في داك فلورنس تنقولوا ياك ما غادي يكون هذا المشروع نضيعوا فيه هذاك الشيء اللي غنديروا غادي يضيع وبقينا مع الحق في الحقيقه بقينا في هذه الحلقه المفقوده واش ندخلوا نصوبوها كصيانه وكذا وكذا تتقول يمكن المشروع دابا يبان ولكن تنقول خصني ندير لها شي عنايه ولو غير سطحيه ولو سطحيه في الواجهه ديال المدينه باش ما نخليوهاش هكا في ديك الحاله ان شاء الله غادي نشوفوا ان شاء الله خصها شويه ما فيها ما خصهاش مصاريف كثيره ولكن مع السيد المقطعه ديال اكدال ان شاء الله نتفقوا عليها ونصوبوها سيدنا وانت كنشوفوا واحد الحمله ديال هدم دور الصفيح على مستوى مجموعه ديال الاحياء واش الاحياء ديال مدينه فاس ما غيبقاوش كاع دور الصفيح في مدينه فاس سنعلنها قريبا ان شاء الله السيد الوالي واخذ هذا المشروع بجديه وسيعلن قريبا مدينه فاس بدون صفيح لانه ماشي سهل الناس غادي يستافدوا اكيد راه المسطره اللي تدوز بواحد الطريقه شفافه وقانونيه ملي نمشيو للقصبه كانت فيها 300 يعني سكن غير لائق فكل شيء خدا التعويض ديالو اللي خدا القطعه اللي خدا كذا ياك متبعين ملي مشينا لدوار السيمي في طريق مزدان اللي الجماعه عطات فيها انا قلت شحال عطينا فيها الفلوس واحد المليار و700 مليون باش عطيناها باش الناس غادي يديروا التجزئه ديالهم تما وغادي يسكنوا تما هذيك حتى هي واحد 200 اسره دوار البورصي زيد على دوار البورصي كذلك ان الناس دابا عندهم عرض منتوج ديال المنازل ندير 14 مليون اللي غتولي غير 12 مليون اللي يمكن لهم يستافدوا منها بدعم من ان الدوله تعطي واحد القدر مالي ديال 4 المليون ولكن ماشي في البرنامج الاخر اللي دار سيدنا ديال 10 المليون نعطيوها هادو داخلين في واحد البرنامج لان ديجا مستافدين الدار دابا تدير 12 مليون غادي يمكن يشربوها ب 12 مليون كاينين هاد المنتوج هذا كاين في الضحى كاين جهه الصباطي كاين تما حيت دوار البورصي عطاوهم عطاوهم في نفس البلايص فين كانوا فيهم عطاوهم بقع ارضيه ممتاز في نفس البلايص اذا حنا والدوله مع وزاره الاسكان مع الولايه وحنا حنا تنساهموا شي شويه انه هاد الناس تعطيهم 9000 درهم باش يكريو 6 شهور في انتظار ما توجد داك الجزئه والجزئه راه تكون حتى هي تتصوم طرف العمران هاد الشيء في الشراكه باش ان هاد الناس يتجهزوا ويسكنوا في قطاع ارضيه دونك انت تزول القصبه وتزول السيمي وتطلع السلايلي اللي عندنا في زواره في المسيره ومشيو للبلاد بن سليمان اللي عندنا في عين نقبي
اللي تهو في طور يعني المعالجه باش غادي يبنيو سور بلاص في عين المكان. بعض النواوي المتناثره ما نساوش واحد الدوار كان عندنا عاوتاني في باب الماكينه في الدار ديال باب الماكينه ما بقاش كل شيء تعالج. اذا احنا نتصارع والسيد الوالي مشرف على هذه القضيه ديال هذا الدور الصفيح انه باغي يعلن على مدينه فاس بدون صفيح دور صفيح قريبا. هذا هو الاجتهاد في الخدام وشفنا هاد الشتو تانتوما ان شحال ديال هاد البراغيك وهاد الشيء اللي ما بقاش في فاس. وهذا في هاد الفتره ديال هاد 6 شهور التاليه دائما تنقول لكم النسبه ديال الزمان ديال التهيئ وديال الانجازات اللي بانت في هاد العامين ونص هادي التاليه يمكن لكم ديروا المقارنه وتشوفوا السرعه ديال الانجازات ديال المسائل. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.